نعمل ماتش ان شاء كويس الله. ونفرح جمهور النادي الاهلي يا رب يا رب ان شاء الله. احنا معانا نجم متميز جدا، اهلاوي جدا، وكل الناس الحقيقه بتحبه وبتموت فيه، بس هو طبعا كان مزعلنا في رمضان اللي فات لانه كان طالع بيقول للشر اشطر، الفنان الكبير احمد زاهر. اهلا بيك يا استاذ احمد، تعودت على كابتن كابتن. ازيك يا جماعه، عامله ايه؟ ازيك اهلا بيك يا احمد، اهلا منورنا ومنور البيت الكبير، اهلا بيك يا رب يخليك يا ابو الكباتن. حبيبي كابتن امير عبد الحميد، حبيبي حبيبي وحشني صديقي. عامل ايه يا صديقي يا غالي يا محترم؟ حبيبي والله حضرتك يعني محترم، وفعلا بني ادم محترم جدا وفنان موهوب، وعلى المستوى الشخصي كمان شخصيه محترمه ومحبوب. يمكن ده بشوفه بعناية ما بروح جمع او بروح اي مكان، يعني بصراحه محبوب جدا جدا جدا، وغير خالص الدور اللي هو عمله في المسلسل الاخير. غير فتحي. غير فتحي ده نجاح ليه، ده نجاح طبعا، ده نجاح ليه طبعا. لا ده يدل على نجاحك انك بتعمل شخصيه مختلفه عن طبيعتك، ده بيبقى يعتبر نجاح. لا بس زعلنا، لا لا هو في كده كان لا منورنا منورنا، وبنهنيك طبعا على نجاحك وعلى نجاح المسلسل، والناس لغايه دلوقتي يعني الناس دلوقتي فتحي وده اكيد بتشوفه بالشارع، واكيد بيقابلك ناس تقول لك الكلام ده، يعني ده طول الوقت يا ابو الكباتن، والله طول الوقت طول الوقت، بس الحمد لله ده فضل ونعمه ونجاح من عند ربنا سبحانه وتعالى. انتوا بتتقابلوا في الجيم بس يا استاذ احمد؟ لا بنتقابل كمان بره، بس الاكثريه في الجيم، يعني دايما بنتقابل انا وكابتن امير وكباتن تانيين كتير اصدقائي، يعني كابتن احمد حسن وكابتن ميد وكابتن حسن امام. انت بتلعب، انت شكلك بتلعب خماسي كمان، انت بتلعب خماسي كمان، ها اصل الاسماء دي اسماء الخماسي احمد. بص انا في اللعب يعني اعتبروني ممثل، انا بتفرج على الكره الحلوه. مشجع مشجع كبير للنادي الاهلي طبعا، و طبعا طبعا يعني ومعروف عنك انك بتحب النادي الاهلي او اهلاوي اهلاوي يعني من يعني يعني انا دمي لونه احمر. واحنا برضو هنا احنا برضو احمر يعني طبيعي جدا. طبعا انا مش من النوع المتعصب يا كابتن هاني، لا خالص، يعني خلي اصل كلمه تعصب دي برضو الناس فاهمها بشكل خاطئ. تعصب يبقى في جزء غلط، انت محب للكيان، محب للنادي الاهلي، بتغير على النادي الاهلي، بتغير عليه جدا. طبعا 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 جدا. طب هنعمل ايه يوم السبت؟ طيب قول لي، نادي الزمالك بيلعب لا طبعا طبعا برضه بشجعه عادي، انا بحب الكره الحلوه، لكن الاهلي نمره واحد بالنسبه لي، يعني ده الخط احمر اكيد اكيد. ايه اللي جاي؟ هنشوفك في ايه بعد كده؟ بصي انا ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله هنبتدي اول يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ، ده بطوله مي عمر وانا وادوارد ونرمين الباقي ونجلاء بدر ومحمد شرنوبي واخراج الاستاذ محمد عبد السلام وقصه مي عمر وسيناريو حوار محمد معران. عمل يعني قصه مي عمر جديده دي، قصه مي عمر وبطوله مي عمر، ده هيتعرض ان شاء الله باذن الله في خلال الشهر ونص الجايين دولت ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. بس عايز اعرف، عايز اعرف منك هتتفرج على الماتش فين وحاسس بايه يوم السبت؟ انا بحب اتفرج على الماتش في البيت، كنت اقعد قدام الشاشه الكبيره كده وكم صح. واحد من اصحابي يجوا يتفرجوا معايا وبيتوت انا اكتر يعني. طب حلو حلو، شايف الماتش ازاي؟ وكلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي يكسب، بس قول لي برضو رؤيتك وانت احساسك، احساسك دايما الاحساس مهم برضو، احساسك بايه يوم السبت ان شاء الله؟ ان الاهلي هيفرحنا وهيكسب جامد قوي يا رب يا رب ان شاء الله. ده احساسي وتمنياتي ودعائي لربنا سبحانه وتعالى ان ان شاء الله الاهلي يفرحنا، احنا بقالنا كتير في كورونا ومش كورونا وحاجات، فاحنا محتاجين نفرح ان شاء الله. ودايما النادي الاهلي معودنا على الفرحه وبيفرحنا دايما ان شاء الله، دايما طبعا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله الاهلي باذن الله. شكرا شكرا ليك احمد، انا بكلمكم في قناه الاهلي حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. احنا كمان سعداء بيك وان شاء الله تنورنا في القريب العاجل ان شاء الله. شرفني يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي شكرا ليك احمد، شكرا ليك والف مبروك مقدما. الله يا رب ان شاء الله نفرح ونفرح الجمهور ان شاء الله. ده كان راي الفنان الكبير احمد زاهر فيك، والحقيقه برضو في تقرير محضرين